الحرب مستمرة والانتهاكات لا تتوقف، هذه هي المعادلة في اليمن في ظل سلطة الانقلابيين. هناك 72355 حالة انتهاك. في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة اليوم بالقاهرة، كشف وزير حقوق الإنسان عن أرقام وتفاصيل الانتهاكات التي بلغت أكثر من 72 ألف انتهاك خلال النصف الأول من العام 2016. تنوعت تلك الانتهاكات بين القتل خارج القانون والاختطاف، أما التعذيب داخل السجون فقد قال الأصبحي إنها سجلت نسبة من أعلى نسب التعذيب في المنطقة، وكشف عن أن هناك 8 سجون معلومة في صنعاء تمارس التعذيب ضد المختطفين المدنيين. أبرز أرقام تلك الانتهاكات كانت كالتالي: 1146 حالة قتل خارج القانون، منهم 373 طفلا، و 3380 حالة اختطاف موثق، و 71 حالة تعذيب داخل السجون. كما تم توثيق 4444 حالة إصابة موثقة، و 2521 حالة تهجير قسري، وتوثيق 4810 حالات تجنيد للأطفال. انتهاكات بالجملة ترتكبها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لم تستثني أحدا منذ أعلن الانقلابيون حربهم على اليمنيين قبل عامين. على المستوى الإنساني، أعلن رئيس لجنة الإغاثة عن إحصائيات الوضع الإنساني في اليمن والمستندة إلى تقارير المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة، وتؤكد هذه التقارير أن 21 مليون يمني يحتاجون إلى رعاية كاملة، و14 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 7 ملايين في حالة خطر عاجل. رئيس اللجنة الإغاثية عبد الرقيب فتح قال إن هناك قصورا في المستوى الإغاثي من قبل المنظمات الدولية والدول المعنية بالشأن اليمني، باستثناء ما تقدمه الجمعيات والمؤسسات الإغاثية في دول الخليج، وعلى رأسها مركز الملك سلمان الذي نفذ مشاريع إغاثية بأكثر من 220 مليون دولار. كل تلك الجهود لم تصنع فارقا كبيرا بالنظر إلى حجم الكارثة الهائل في اليمن، والتي تزداد رقعتها اتساعا يوما بعد يوم، لا سيما في ظل مراوحة الوضع الإنساني والعسكري على ما هو عليه. فلا مؤشرات واضحة على الحسم العسكري، ولا آمال يمكن التعليق عليها في نزه الجولات التفاوضية، ويبقى المواطن اليمني رهن الحسابات الإقليمية والدولية المعقدة والتي لا تبدو لصالح هذا المواطن المتطلع لدولة القانون والمساواة.